طبعا هذا الفيديو ما بعرف اذا بدي اموت اضل عايش، لكن مثل ما شايفين الحمد لله على كل شيء. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. ما بعرف اذا حموت اضل عايش، لكن اذا هذا الفيديو نزل انا الحمد لله طلعت عايش. ما بعرف انا اوصف لكم الشعور الا واحد يعيشه، عشت الشعور انه يعني كنت تحت الانقاض. انتوا شايفين حاليا هاي تحت الانقاض والناس يعني اكتر من يمكن عيلتين ثلاثة اربع عيال من احنا وعيلتي سمعانين والجيران تبعتنا. الله يعين هزة ارضية حرفيا ما بعرف شو بوصف لكم. ها رجعت تعرف تلعبي العاب؟ لك شو؟ انا يا انا طلع انا مع انا ولا كلمه انا احسن منك. طب اذا جبت شو؟ طالع لك زملوني دفئوني من شتاء انقذوني.